بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص ميكانيكا الكم، سنتحدث الآن عن حزمة الإلكترونات استكمالا للفيديوهات السابقة التي تحدث عن نفس الموضوع. كما كنا قد توصلنا بأن التقريب الجيد للإلكترونات هو أن تكون الإلكترونات تسير على شكل مجموع سرعة. نتحدث الآن عن حزمة الإلكترونات، الإلكترونز باكيت الكترونز ويف باكيتس. طبعا وهو ما يعني ما فسرناه سابقا انه تراكم الموجات، يعني superpositions، تراكم الموجات ضمن مساحة ضمن حد معين وحيث تسير فيه يمنة أو يسرا. وقلنا أيضا بأنه يعني هذا ما تعلمناه سابقا، size ZT تتناسب مع الإكسبوننت السالبي E k على h t ناقص k z. طبعا هنا طبعا E k على h bar. طبعا هنا نحن نعلم بأن ال E هي اقتران في ال k كما تعلمنا في الفيديو السابق. طبعا نصبح E على h bar أوميجا، أوميجا تبقى ال k وال i تبقى ال k وال t عفوا ناقص كي زي، هنا فقط اختصرناها تسهيلا على أنفسنا ولزيادة في الفهم. إذا الـ E كما قلنا أنها تتناسب هنا مع الـ K تربيع، هي اقتران في الـ K، H bar تربيع، K تربيع على الـ DNM كما كانت واضحة معنا. إذا ومنه أيضا يمكن لنا أن نكتب أن الـ كي K على الـ H bar على الـ H تأخذ H واحدة، وعندنا H K تربيع على 2M هي الأوميجا اقتران الـ K. طبعا هنا بهذا الأسلوب، يعني اختصارا بهذا الأسلوب يمكن لنا أن نكتبها بهذا الأسلوب، هنا K ناقص K بار 2 دلتا K. طبعا هنا هذا الموضوع هنا من الأساليب المفيدة هنا هو وضع K كفرق ثابتة، يعني هذا من اليوسفول تكنيكس، أساليب مفيدة لنا، تقنيات مفيدة لنا تسهل علينا عملية فهم طبيعة حزمة الإلكترونات ضمن نطاق كمي معين. K هنا خط الأعلى K بار هي دالة التوزيع المركزي لاحتمال وجود الإلكترون ضمن نطاق موجي معين. طبعا وهنا نحن نتعامل نتعامل مع الموجات كنبضات نعلمها كدالة قاوسية، كموجة قاوسية. أعتقد أني قد تحدثت عن الموجة القاوسية في مساق إلكترونيات الكم، مساق عفوا إلكترونيات ضوئية عندي في القناة، وتحدثت عنه أيضا في مساق مبادئ الليزر أيضا في القناة عندي. إذا نتعامل معها كدالة قوسية، كموجة قوسية، هذا هو موجة قوسية. طبعا الموجة القوسية من الأسباب المهمة في اختيارها بأنها تعطينا الأطوال، يعني تعطينا الأطوال عندما يصطدم في حائط يرتد يمنة ويسرا في هذه الحالة. هذه طبعا تكون بهذا الشكل، هذه الكثافة الاحتمالية ضمن هذا النطاق البلس النبضة، ضمن هذه النبضة تكون احتمال وجود الإلكترون عندما تكون الموجة تسير في اتجاه الزي كما هو مبين في الرسم عند هذه الحالة. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت لكم. الآن دعونا الآن ننظر، الآن عندنا هذا النطاق الكمي، هنا الموجة المسلطة، هنا الموجة التي ترتد ضمن الحد النفق الكمي، هنا الموجة الخارجية. طبعا نفرض بأن الأعلى هو الـ VZ، هذه ساي الزي بالنسبة لـ RT. لاحظ هنا أنا عندي هنا موجة ساقطة أو مسلطة على النظام، سوف يرتد جزء منها خارجا، عندي موجة في اللون الأرجواني سوف تنفذ إلى داخل النظام وسوف تتقلص. طبعا كلاهما موجتان تناقصيتان لأنهما تحت مستوى الطاقة الصفر، طبعا تتناقص هنا الموجات. وعندي هنا أيضا هنا في اللون الأخضر عندي الموجة النافذة من النظام
إلى الخارج ضمن نطاق الكم. حزمة موجية في نطاق مغلق. طبعا هنا كثافة الدالة الاحتمالية، هنا حتى نتعمق يتعمق فهمنا للموضوع. هنا كثافة الدالة الاحتمالية هنا في اللون البرتقالي عند المركز هنا. ماذا يحدث في حال ارتطامها هنا عند هذا النفق؟ كيف سترتد الموجة القوسية عند هذه النقطة؟ الآن كيف ستتحرك؟ طبعا كيف ستتحرك في حالة سلطناها على نظام؟ طبعا ستكون طبعا وفق هذا الشكل. عندما ترتطم هنا طبعا، دعوني أريكم فيديو آخر واضح بأن هذا النظام لا يعمل حاليا. ها هي فورا لاحظ بأن الموجة عندما اتصلت هنا تكون موجة تناقصية، موجة تناقصية هنا. طبعا هنا سيرتد جزء، يعني سينفذ جزء صغير منها في هذه الحالة طبعا، ويرتد أيضا جزء صغير في هذا الاتجاه. طبعا في حال رفعناه نحو المستوى الفي سي الصفر كما تحدثنا سابقا، أنه ستكون الموجة احتمال هنا ستكبر بشكل كبير جدا، هنا سوف تصغر بشكل أقل، هنا ستكون بشكل كبير جدا فوق هذا المستوى. طبعا هنا في حال نفذ بشكل أكبر تكون دالة الاحتمال كبيرة بشكل أكبر لنا ومفيدة لنا بشكل أكبر. نتعلم من خلالها كيف يمكن لنا إيجاد كثافة أو دالة احتمال الإلكترونات ضمن هذا النطاق، ولو وضعناها بشكل أعلى أيضا فإنه سيكون الاحتمال كبير جدا لوجوده بشكل أعلى. وضعناها أعلى هذا النطاق طبعا هون. إذا كان هذا الفيديو أحبتي عن موضوع ميكانيكا الكم، حزم الإلكترون المنتشرة ضمن نطاق معين. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك والاشتراك، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.